فأنا جميل حليم إلى بعض إخواننا الذين أرسلوا وسألوني عما سمعته من شيخنا رضي الله عنه وأرضاه مما قاله في من ينفر الناس من الجمعية أو يطعن فيها. كان في بيته رضي الله عنه في برج أبي حيدر بحضور المشايخ محمد بكري ومحمد سليمان ومحمد الأخرس، فقال: الذي ينفر الناس من هذه الجمعية بقول أو فعل فهذا عدو الله وعدو دينه. قلت له: مولانا، قلتم عدو الله؟ قال: نعم. قلت له: يقال عدو الله؟ قال: نعم يقال. قلت: فما معنى عدو الله هنا؟ قال: خبيث من أهل الكبائر، ملعون. ثم قبل ذلك كان أرسل معي إلى السويد، قال لي: قل لهم الذي يطعن في هذه الجمعية أو ينفر الناس منها هذا خبيث فاسق ملعون من أهل الكبائر، خسيس يخشى عليه من سوء الخاتمة. وهذا بحضور المشايخ نبيل الشريف، كمال الحوت، عبد الرزاق الشريف، ومحمود مشرف، وسمير القاضي. والرسالة ما زالت عندي، والحمد لله رب العالمين.